مستمعينا الكرام، طاب أوقاتكم. من إم راديو نحييكم أطيب التحية، مقرونة بأصدق مشاعر فريق العمل والمخرج شابو شابو، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج الصحة النفسية. برنامج الصحة النفسية برنامج جديد، وأكيد راح تسألون أو إحنا نسأل ليش الصحة النفسية. قبل ما نوضح لكم، أكيد تعرفون أعرفكم نفسي، أنا رفيق نوري حنا، أحمل شهادة بكالوريوس علم النفس، معد ومقدم برنامج سيكولوجي، وأحمل أيضا دبلوم فنون المسرحية والسينمائية. طيب، ليش برنامج الصحة النفسية؟ ليش اختارينا هذا العنوان الصحة النفسية؟ تعرفون نتيجة تعقيد الحياة والتكنولوجيا، الحياة أصبحت معقدة، الإنسان قام ينشغل بمختلف مجالات الحياة، ربما شخص يشتغل أكثر من مهنة، مثيرات الحياة، مثيرات الخارجية، التكنولوجية والطبيعة وغيرها صارت بحيث عقلية الإنسان أو نفسية الإنسان بدأت تتعب. شلون الجسم يتعب نتيجة شغل عضلي؟ بالتأكيد النفس تتعب، نسميه تعب نفسي. نتيجة تعب نفسي أكيد يصير إرهاق نفسي، والإرهاق النفسي يؤدي إلى عدم وجود الراحة النفسية. كل موضوع أنتوا تتفقون معي أعتقدمو، كل موضوع إذا واحد يقدمه لازم يكون وثيق الصلة بحياتنا اليومية، يكون أهميته بالمجتمع. أعتقد الصحة النفسية هو الهدف النهائي لأي إنسان مهما كانت مهنته، ينتظر إيش بالنهاية؟ أي شغل يشتغل بالنتيجة يشعر تحقيق الذات والراحة النفسية، يعني السعادة الداخلية، بمعنى اللذة. من تشعر بلذة يعني أنت مرتاح نفسيا. لكن بآونة الأخيرة، سنين كثيرة أخيرة بعد تعقيد الحياة، نشوف كثير من الناس يحتارون، ما مرتاح نفسيا، شو أسوي؟ ضايج، شو أسوي؟ أكيد حتى نوضح الأمر أحبتي مستمعين الكرام، راح نسلسل الموضوع بشكل بسيط ويعني سهل التوصيل. ايش راح نسوي؟ اول شيء لازم نعتمد على الاراء، اراء علوم النفسيه وليست اراء شخصيه. ماذا نعني بالصحه النفسيه؟ كيف تعرف الدراسات العلميه الصحه النفسيه؟ اسبابها، اسباب عدم وجودها، ما المطلوب في حاله اني ما مرتاح نفسيا، دا اشعر تعكير نفسيتي او دا اشعر بعدم راحة النفسية، ما المطلوب؟ هذه الأسئلة وهذه الإجابات وهذه المحاور الأساسية أحبتي متابعي الثقافة النفسية، مستمعينا الأعزاء، بالتأكيد احنا راح نحاول نسلط الضوء عليها. ونفس الوقت هذا البرنامج صح عنوانه الصحة النفسية، بالتأكيد راح نسلط من خلاله صارت الضوء على مختلف مشاكل النفسية اللي تكون وثيقة الصلة بحياتنا اليومية اللي تعكر صحتنا النفسية. أكيد راح يكون بي أيضا رسائل المستمعين، قدر إمكانياتنا المتواضعة على العلوم النفسية ما يتعلق بالثقافة النفسية والعلوم النفسية راح نجاوبكم، وأي رسالة تجينا في المستقبل القريب متعلقة بالطب النفسي نستشير أطباء نفس أو أصدقائنا وناخذ إجاباتهم حتى نجاوبكم وفق الاختصاص الدقيق العلمي. طيب، أول شيء راح نعرفكم أحبتي ماذا نعني بالصحة النفسية، ولكن بريك نرجع لكم. أهلا بكم مجددا المستمعين الكرام، برنامج الصحة النفسية معكم. قبل الفاصل قلنا لكم شنو راح نحكي بشكل متسلسل وبسيط وواضح. أول شيء لازم نعرف الصحة النفسية، بعدين أسبابها، بعدين ما أفضل الطرق للحصول على الصحة النفسية. طبعاً إحنا لازم كون حلقة أو برنامج جديد نوضح لكم في الشغلة كلش مهمة، بأنه إحنا بنعرف الصحة النفسية ما يصير الرأي الشخصي، كل واحد عنده رأي شخصي. دراسات النفسية، احنا بنقول الراحة النفسية لازم نتعامل بتفسير مع علم النفس حول تفسير الصحة النفسية. علم النفس يعني علم السلوك، يعني علميا دراسات علمية شو تقول على الصحة النفسية. يعني تلاحظ اغلب دراسات النفسية تقول الراحة النفسية عبارة عن الصحة النفسية. الصحة النفسية يعني شنو؟ يعني انت عندك سعادة داخلية. نقدر يعني نجيب مصطلح مرادف أكثر أدق الصحة التعبير، عندك أنت سعادة داخلية،
داخليا انت مرتاح، بمعنى صحتك النفسية زينة، هذا يعني انت مرتاح نفسيا. هذا الزمن بداية حديثنا حجينا نلاحظ كثير من الناس يعانون التعب النفسي مثل ما يعاني الشخص التعب الجسدي. زين، احنا منقول الصراحة النفسية الدلالة على الصحة النفسية، لازم نفكر ماذا نعني ايضا بالصحة النفسية. شوف بشكل بسيط ومبسط، الصحة النفسية يعني شخص يكون ناجح بالتكيف بينه وبين الطبيعة، بينه وبين الفرد، بينه وبين المجتمع، ما عنده إشكالات، ما عنده إشكال في التكيف، ما عنده توتر، ما عنده قلق، ما عنده شكوك، واثق من نفسه، بمعنى وثق ذاته، يعني واثق من نفسه. يكون واثق من نفسه يعزز بنفسه، يرتاح من نفسه، وبالنتيجة يشعر براحة نفسية. طيب شنو أبرز أسباب؟ واحد يقول لي هسه احتمال هسه عرفناكم الصحة الراحة النفسية بمعنى السعادة الداخلية، أو نسميها الصحة النفسية السليمة. ما الأسباب تتأكر الصحة النفسية؟ واحد يضوج يشعر قلق، لازم نعرف أبرز الأسباب اللي تؤدي إلى عدم وجود الراحة النفسية، أبرز الأسباب الأساسية أو أبرز أسباب الأساسية للراحة، لعدم وجود الراحة النفسية. من أبرز الأسباب اللي تعكر الصحة النفسية أو تعكر الراحة النفسية، أول شيء، أول سبب نسميه القلق الشديد. صح التعبير، نسميه القلق المرضي، مو القلق العادي. كل إنسان يقلق، لأنه القلق أنواع، قلق الإبداع، أقول قلق الحرص، واحد يريد ينجح يكون قلق، واحد عنده مشروع يكون قلق حتى ينجح مشروع، يخطط شلون طريقة تنفيذ وخطة بلا بلا. القلق العادي كل إنسان يقلق، بس القلق إذا صار دوامة مثل الدائرة تفتر مكانها، دوامة قلق نسميها، أنت هذا القلق الدوامة إذا أحيانا صار يوم بالشهر، يوم بالعشرة أيام عادي، بس إذا واحد حس عنده قلق شديد يومية، هو التفكير في دوامة لا حتى دي يعكر حيويته ونشاطه، هذا نسميه قلق مرضي. هذا القلق المرضي، القلق الغير العادي، يؤدي إلى تعكير الراحة النفسية. هذا السبب الأول. السبب الثاني، المخاوف الغير العادية هم تعكر نفسية الإنسان أو تعكر الراحة النفسية. المخاوف الغير عادية تعرفون جو سامعين بالرهاب، يعني مرات يسموها الخوف المرضي نسميه الرهاب، يعني خوف مرضي. فالرهاب تعرفون هم أكو أنواع رهاب، أكو رهاب اجتماعي، واحد يقلق من يواجه الناس، وعندنا رسالة جاية يعني فد مرة التقى بي شاب وراح نقرأها لاحقا لكم، هذا نسميه رهاب اجتماعي، يتوتر من يواجه الناس. هم الرهاب الاجتماعي يعكر الراحة النفسية. وعندنا أيضا الخوف آخر، مثلا خوف من أماكن عالية، خوف من أماكن مغلقة، خوف من فتشي الناس ما تخاف منه أنت تخاف منه، مثلا واحد يخاف من دجاجة، هذا الخوف غير عادي، كل الناس ما تخاف من الدجاجة، ليه هذا الشخص يخاف من الدجاجة؟ لأنه عنده رهاب، هذا نسميه الخوف المرضي. إذن الخوف المرضي أيضا واحد من الأسباب اللي يؤدي إلى تعكير الراحة النفسية. عندنا أيضا كل أنواع التوترات النفسية المستمرة، التوتر، ما مرتاح مع زوجته، ما مرتاح مع الناس، ما مرتاح مع مهنته، فمهنة مالته، اللي ما مرتاح مع مهنة مالته دائما يكون متوتر، أو عند الترددات في القرار دائما يتردد، أروح ما أروح، أروح أسافر ما أروح، أشتغل هاي الشغلة أتركها، أبقى بشغلتي لا ما أبقى، ها همينا تعكر الراحة النفسية. وعدنا آخر شيء الاكتئاب، كل أنواع الاكتئاب والنظرات التشاؤمية للحياة تعكر الراحة النفسية. طيب إذا طبعا كثير من أسباب لكل إنسان خصوصيته، كثير من الأسباب موجودة، هاي الأساسية حكيناها اللي تسبب عدم وجود راحة نفسية في الشخصية. إذا شخصنا الأسباب، واحد يقول لي أوكي هسا عرفنا الأسباب إلى حد ما أنا معرفها، واحد يقول لي أنا معرف واحد يكون متوتر ما يرتاح نفسيا، طيب ما الحل؟ إذا واحد يكون يضوج ويشعر بتوتر ونظرة متشائمة دا ينظر للحياة، ما مرتاح نفسيا، يعني يفكر بالموت، يبكي بدون سبب، لي أكيد أنا أريد الحل. ليس المفروض تفسير الأشياء من قبل المختصين،
وعلى ما المفروض كيفية التغيير، شون نعالج، شما الحل. الحل أهم شيء. دراسات النفسية تقول حلول لأي تعكير نفسي أو أي خلل بالراحة النفسية لأي إنسان أكو حل عام حل خاص. حل خاص شنو؟ إذا مش شغلتك كلش معقدة، لا هو واحد لازم يسوي لك دراسات الحالة، يعني من ولدت إذا كانت معقدة كثير تستشير اختصاص نفسي، يقول لك من ولدت شارب حليب قواطيل وحليب الأم، تسلسل أقول بيت أبوك شتغل أمك شتغل وإلى آخره، دي يدرس كل بيئتك حتى يعرف السبب الحقيقي لتعكير راحتك النفسية. من يعرف السبب الحقيقي يعطيك نوع العلاج النفسي، أو نوع أحيانا تكون الاكتئاب يعطيك مضادات الكآبة، وهذا شغل أطباء النفس. إذا ما عندك جسم أي شيء يصير شغل علاج نفسي، نسميه علاج معرفي بالكلام، إعادة صياغة تفكيرك من تفكير سلبي، يحاول أن يغير تفكيرك وفق أسس علمية وليس شخصية حتى تكون نظرتك إيجابية للحياة، وكل نظرة إيجابية تولد الراحة النفسية. طيب، إذن أول شيء نقول يعني الحلول هذا الشكل خاص إلى شخص شوية بحالة فريدة متأزمة، بس أكو أسباب عامة. كثير من مستمعينا الأعزاء أو الكرام دي يسمعونا كو خلينا نقول تعكير نفسي عام موجود مشترك كثير من الناس، تعبان ضايج، هذه شو نسوي بها؟ شو نسوي إذا أنا مو مريض نفسي بس حالتي النفسية دا أشوفها ما مرتاح؟ ما المطلوب حتى أتخلص من التعب النفسي؟ النقاط الأساسية ركزوا معايا من أجل كيفية خلينا نقول النقاط الأساسية اللي تؤدينا إلى كيفية الحصول على الراحة النفسية. أول شيء ابحث عن شيء اللي يساعدك. شيء اللي يساعدك شنو؟ يعني اشغل نفسك بأي هواية، بأي شيء ترتاح له. تسمع موسيقى، بنات يحبون مثلا نسيج، شغلة، أي هواية، موسيقى، رسم، استمتاع بالحديقة، ديكورات البيت، تحب الفن، أي شيء يسعدك. شخص معين دائما ترتاح وياه، خبرة اقعد وياه، أغنية معينة تحبها اسمعها، فيلم معين تريد تعيد نظره، الأفلام، أي شيء يسعدك. أول خطوة حتى تتخلص من راحة من تعكير صحتك النفسية، أول خطوة ابحث عن شيء اللي يسعدك. أي واحد، الخطوة الأولى أعتقد هي قابلة للتطبيق. والثانية لا تقارن نفسك بالآخرين، هاي من أهم النقاط اللي تؤدي إلى الفوضى النفسية والقلق النفسي الداخلي أو الشعور بالدونية. ماش واحد يشعر شعور بالدونية، والشعور بالدونية يؤدي إلى تعكير الراحة النفسية. يعني إيش نقصد؟ لا تقارن نفسك بالآخرين. ماكو واحد واحدة تقول أنا أبويا يبيع شلغم ورغم طالبة كلية، صديقتي يومية تلبس أفضل ملابس وأحسن سيارة، يعني شنو ذنبي؟ الأخ يقول أني واحد مثلي إذا يأخذ راتب بنفس عمري $1,000 وأني يدوب دا أحصل على $200 ماكو. هذا غلط، في غلط من تقارن نفسك بالآخر. واحدة من أسباب اللي تأكل الراحة النفسية، واحد من يدي يقارن نفسه ويقلد الآخرين، واحد تجوز قدراته تلفن قدراتك، ما يصير أقلد. بشي واحد لازم تقارن نفسك اللي تأديك إلى الراحة النفسية. فقط قارن نفسك بنفسك، البارحة شو كنت؟ هسه شو صرت؟ هسه شو صرت؟ بكرة شو راح تصير؟ شو راح تخطط؟ إذن أو مرات سبب آخر كنت أكر الراحة النفسية التعامل مع الزمن بطريقة عقيمة بدون ثمرة. يفكر بالماضي، يا أخي الماضي راح، لا سمح الله، عزيز معين افتقدته، فلوس افتقدته، للصبح فكر الماضي. يعني خليني أقول لكم ضيعت فقدت فتشي شخص عزيز أو مادة فلوس بالآخر، لو للصبح تفكر بالماضي أكو نتيجة؟ لا طب ما تفيد. أو من فقدت شي يا بان إيش راح نسوي بالمستقبل؟ هم تركيزك راح يصير على المستقبل. إذن بدل إذا تريد تفكير منتج عندك ويؤدي إلى الراحة النفسية، المفروض شو تسوي؟ جزء من دماغي ما أخليه ينشغل بالماضي لأنه كله بلاش، كل نتيجة ماكو، ولا أفكر بالمستقبل، أفكر بلحظة الحالية بس. كل دماغ يصل دماغ فصين، فصل أيمن فصل أيسر، إذا الفصين يركزون على شيء واحد راح تبدع بهذا الشيء. ما
من جزء من خلية دماغية راحت للماضي، تركيزك على الحاضر يكون ضعيف. بالحالة ما راح تفكر صح، ما راح تجاوب الناس بشكل مركز، راح تنسى، راح يتشتت تفكيرك. ليش واحد ينسى ويتشتت تفكيره؟ يعني يفكر في عدة أشياء، الماضية والحاضرة والمستقبلية مع بعض. شو تتحول هاي الحالة؟ تتحول إلى فوضى نفسية. بنصير فوضى نفسية بمعنى عصير معرق للراحة النفسية. إذا هاي الحالة أقارن نفسي أنا الباحة شون كنت واليوم شون كنت، شون صرت واليوم مش مطلوب أسوي حتى بكرة أصير أفضل من اليوم. كن صادق مع نفسك، كن كما أنت راح تكون ناجح. لا تعيش بالوهم أنا قدراتي، صوتي، أفكاري، ميولي، ذوقي باللون، بالمرئيات، بالمحسوسات. لازم أقولك خاصة بيك حتى تشعر، ما تقلد الآخرين بشكل عميهوي. هذه نسميها الاعتزاز بالشخص. اعتز بنفسك مهما تكون. قبل شوية قلت واحد تعكر لأنه خبرته قليلة بالحياة، كان يقول جانب الاجتماعي. أصلاً قبل شوية مو قلت واحد يقارن نفسه يقول أنا أبويا يبيع شلغم وفلان أبو مثلاً مسؤول كبير أو تاجر كبير. أصلاً أنت إذا صدق كن أصيل، أكو جملة يعني سامعيها تقول ليس الفتى من قال أبي، أصل الفتى ما قد حصل. لازم أنت تتباهى، أنا إنسان ناجح ده أنتج أبويا يبيع، أنا فخور بأبويا يبيع شلغم أو فتعامل بسيط وتعب علي وطلع من عندي شخصية ناجحة. هنا تبدي الراحة النفسية والأصالة وقوة الشخصية وابتسامتك. الناس يفتخرون بيك على هذا الشخص، أبو عامل طلع ناجح، ناجح مو شرط بالكلية، تركه خريج حياة، ناجح بالتعامل مع الناس، ناجح بدي يشتغل مطعم، ناجح بدي يشتغل فندق، ناجح بالكلية، ناجح بالحياة مو بس شهر. إذن هاي النقطة أيضا أقارن نفسي أني اليوم شلوني بكرة شلون رح أصير. أيضا بس قارنت نفسي بآخرين أعيش بالوهم، تتعكر راحتي نفسي. النقطة الثالثة تؤدي إلى الحصول على الراحة النفسية. شوفوا الإنسان بطبعه كائن اجتماعي، دائما يحب يخالط الآخرين، طبعه اجتماعي. والعزلة شقاء، يشعر بعزلة، ما عنده أصدقاء، ما عنده أي صديق، هذا هم شقاء. نقوم على فارق لكل قاعدة، هاي قاعدة اجتماعية. إنسان لازم تفاعل اجتماعي يكون لك مع الطبيعة، مع الناس، بالسفرات، بالمنتديات، منظمات مجتمع مدني. الحياة كتاب وكل إنسان صفحة. بعد من تقرأ صفحات، شلون تقدر تقرأ صفحات الناس إذا أنت ما تخالطهم؟ ليكون لك تجربة فعالة بس تكون بالبيت، بالبيت أقل مشكلة نفسية تدمرك. بس تكون خريج حياة، كون متفاعل اجتماعي مع هذا وذاك، تتعلم من الطفل والعامل والفلاح والمهندس والفنان والسياسي. يعني أنت تشوف كل إنسان صفحة، وتشوف مختلف صفحات الحياة، تكون مقاومتك لمشاكل نفسية أقوى وتثق بنفسك أكثر. إذن من أنا أكون الاختلاط الاجتماعي، قلنا قاعدة تشمل كل الناس، تفيد كل الناس التفاعل الاجتماعي، مع الفارق. الفارق شنو؟ من له أصدقاء كثيرون لا صديق. مو شرط كل الناس يكون أصدقائي، أكون اجتماعي. شخص أصدقائك يحبوك، هذولا مجتمع مالتك، والباقي تحترمهم، تسلم عليهم، بس مو تعطي أسرارك كل شيء. زين؟ هاي الحالة الذكية نسميه ذكاء اجتماعي. ما أنتظر رضاء كل الناس. واحدة من أسباب تعكر الراحة النفسية، أكو ناس بس واحد انتقده بالليل ما ينام، بنية معينة، طالبة، متزوجة، شابة، بس واحد انتقدها أو خلينا نقول فشلها، خلينا نكون صريحين قدام الناس، أو فشلت فشي أمام الناس، بالليل كله ما تفكر. أو ناس يحجون علي، حبيبتي، عزيزتي، أختي، بنتي، ما ولد اللي يقدر يقنع كل الناس. اللي ينتظر قناع كل الناس إنسان فاشل. أنا إذا قنع كل الناس أنا فاشل، كل الناس. ليش؟ إن شئت أبيت كل رمانة بها كم حباية خربانة. بين الناس أكو أشرار أساساً، ما أريد كم واحد أساساً بنقص، نقص في التفكير أو بالسلوك. هذا من يحكي علي عنده نقص بالسلوك السليم، دليل بأنني كامل. ما أنتظر، حتى الأنبياء ما قدروا يقنعون كل الناس، فنحن ناس بسطاء. لا تنتظر قناعة كل الناس. أقرب الناس اللي أنت تحبهم، ترتاح لهم نفسياً،
صادقين معاك، دا يرتاحوا لك ويقيموك، يكفي خلاص امشي بدربك بعد لا تدردم ولا تفكر لورا، تقدم لي قدام بابتسامة وحيوية، هذه تؤدي إلى الراحة النفسية والابتسامة. النقطة الأخرى، باوع على مرايا، أنت ضايج، ضايج يعني بالبيت، باوع على مرايا بالليل، ومرات وانا الناس بعضهم ما ينامون، يقول عندي أرق، ما مرتاح نفسيا، ايش راح اسوي؟ باوع على مرايا بطريقة، وقارن نفسك. طريقة باوع على مرايا، ابتسم، وانت بتبتسم تتذكر كل الأشياء الإيجابية. باوع على مرايا بحزن وانت عبوس، تتأكد صحتك النفسية. ليش؟ لأن من انت عبوس تباوع على مرايا، كأنما هاي تتذكرك بالسلبيات. شون هذا المثل الشائع موجود حتى بدراما ومسلسلات يبينوه، لا تباوع على نص الفارغ من القلاص مي، باوع على نص المليان. إذا أنا ما مجبور أركز على السلبيات. حتى من تحكي مع الناس تريد ترتاح نفسيا وتسعد الناس، من تحكي آسف باوع على شخص، احكي وياه قول له صباح الخير بابتسامة، من يقول فد واحد صباح الخير بابتسامة، صباح الخير حبيب بابتسامة، ألو حبيبي، ايش راح يسوي هو بابتسامة تحكي وياه؟ ايش تعتقد انت؟ قول ايش راح يسوي انت اذا تبتسم المقابل؟ شو يسوي؟ راح تقول هي يبتسم هو ايضا، مو بس تقول له صباح الخير، او لا يقول يا هلا يا هلا، ايش همي انا بعبوس وش اسمه يجاوبك. اذا الابتسامة جواز سفر بلوشي، بدون جواز سفر تدخل الراحة النفسية إلى داخلك، لأن أنت تركز على الإيجابيات. التفكير الإيجابي هو ينتج نتيجة قرار عقلي سليم واثق من نفسه. أنا أقرر أنا حزين، حسي يصير حزين ما أرتاح. أنا أقرر أنا فاشل، حسي يصير فاشل. اللي دي يسمعني هسه مراد، والله أنا همي أنا ما أثق نفسي، مراد أقول عن نفسي فاشل، لا تقول أنا فاشل، قول أنا ناجح. هسه قول مع نفسك أنا ناجح، ابتسم، يلا ابتسم. إذا أنت داي تركز على الإيجابيات، خلي يكون تفكيرك إيجابي، لأن يعني التفكير الإيجابي يولد أحاسيس إيجابية، يولد راحة نفسية جميلة. التفكير السلبي طيب، هاي النقاط الأساسية اللي هي التفكير الإيجابي والقرار العقلي السليم والابتسامة المستمرة من سلوكي تؤدي إلى الراحة النفسية. أحبتي طبعا أكو، إحنا قلنا يعني في رسائل في المستقبل الحلقات القادمة، لكن أنا قبل ما أجيكم شاب إجاني وأنا قاعد كافتيريا أشرب شاي، كان عنده مشكلة نفسية إلها علاقة بموضوعنا إلى حد ما، راح أحكي لها مشكلة هذا الشاب وشنو عمره وين، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا أحبتي مستمعينا الكرام، برنامج الراحة النفسية معكم. قبل الفاصل طبعا قلنا لكم أكو شاب يعني كان عنده مشكلة، شلون طرحها إلي هم لها علاقة موضوعنا اليوم راحة نفسية. كنت قاعد أنا بكافتيريا قبل كم يوم، جاني شاب لطيف جميل حباب، حسيت بشكله تقريبا بيه، كان سألته قال عمري 25 سنة، سألني سؤال جدا بلطف، قال أستاذ ممكن خو ماخذ من وقتك بس عندي استشارة، بخجل حسيته مرتبك. قلت تفضل حبيبي عادي تفضل. قال عندي فد شيء، قلت له أنت هيجي عابر ليش حبيبي؟ احنا قاعدين كافتيريا قاعد أشرب شاي، دزيت له شاي قعدنا. بدأ يحكي مشكلته، قال أنا عمري 25 سنة، مشكلتي أرتبك كثير بعد ما خاصة أواجه البنات، كلش يعني ضربات القلب يدك وأرتبك يعني حتى ستلعثم عندما أريد أحكي ما تطلع شاية من قلبي، وأنا أشعر دائما حزين مرات بسبب أو بدون سبب أبكي. فحسيت بنفسي بأنه أنا عندي فد نقص نفسي، فهذا الارتباك وأحيانا أبكي ما أعرف ليش، يجي دموعي تنزل بدون سبب، والارتباك اللي صار تكرر عندي. فكنت أتابع يعني من برامجك النفسية، فقلت خلي أسأل الأستاذ رفيق، وأنا قلت لي أعتسب شعورك حبيبي وبسيطة، بس قال لي شنو الحل شلون نفسرها.
مستمعينا الكرام، يعني شوفوا هذه المشكلة البسيطة اللي يعني اللي الشاب بنقاء وبتلقائية جحشال إياها. أنا إيش قلت له؟ المفروض واحد يكون عنده مشكلة بصراحة. المعالج النفسي أو الطبيب النفسي مو في التحفظ. أكو ناس برا يقول تعال اقرأ لي شنو الحل، شلون تقرأ وجهي، ما أقولش حاجة. قلت له عزيزي لازم أسئلك أكثر من سؤال، مو رأسنا أجاوبك، لأنه هاي نسميها آراء شخصية. إحنا لازم نتعامل مع مشكلة نفسية. مثل هيك مشكلة من هذا الشاب يرتبك، يعني درجة حجالي يبدو عنده هذا رهاب اجتماعي، يواجه الناس، يرتبك مع البنات بالدرجة الأولى، عنده رهاب اجتماعي. طيب ويحسن، سألت أكثر من سؤال، ما أريد يعني أخذ من وقت البرنامج، تعرفون وقته محدد. بعد إجابته على عديد من الأسئلة حسيت بأنه هذا الشخص مشكلته بالدرجة الأولى الطفولة زائدا لاحقا. يعني الطفولة كان نقول 5 سنوات الأولى، كما يقول سيجموند فرويد الطبيب النفسي النمساوي، يقول 5 سنوات الأولى إذا كان الأب أو الأم صديقة ناجحة مع ابنها، والابن هذا يصير صديق ناجح مع المجتمع والناس. إذا هذا الطفل 5 سنوات له علمنا الانفعال، طبع الانفعال إلى حد ما يترسخ بطبعه، علمنا الكلام بهدوء إلى حد ما، طبع العنصر السائد يحكي من يكبر بهدوء. إذا بيئة التنشئة الاجتماعية أحيانا تخلق من الشخص بعض السلوكيات السلبية أو حتى إيجابية. سألت هذا، من ضمن إجاباته قال إيه، ولا قال لي أستاذ أنا فعلا وحيد أمي ومدلل. إذا واحدة من الأسباب التدليل الزائد كالإهمال الزائد. يعني الظهر أمه حسب ما إجاباته، كثير من الأسئلة سألتها طبعا، يعني أنا أعطيكم ملخص. الظهر يعني إلى درجة أمه كانت خاف عليه، إذا كبر صار عمره، هو عمره 25 سنة إلى 20 سنة، بحيث منه خطوة لهنا يمشي يتدخل شؤونه الشخصية، ما خلته يعتمد على نفسه، ما خلته حتى يشعر بالمسؤولية تجاه إيش. يعني للعلم ترى صراحة قلت له، أقول لك سؤال، هاي الحالات هواية شايفينها، قلت له بشرفك لو أكو قلاص يمك يجوز مترة بعيد عليك وانت عمرك 17 سنة تتذكر يجي سوالف، مونش تقول له ماما أعطيني هذا القلاص مي، هو مترة عليك بعيد تقدر تتأخذ القلاص. قال إيه والله، يقول ما لي، يقولك أي أقل الأشياء أبسط الأشياء تتكلف أمي. يعني فعلا قال لي أنا هذا التدليل يؤدي إلى ضعف الشخصية. يعني من عدل هذا الشاب ده أجاوب على مشكلته. شوفوا مرات إحنا سواء كان الشباب مراهقين أو أطفال، من علمهم كيف يعيشون؟ إحنا ما نعلم الطفل كيف يعيش، نعلمه كيف يغضع. نعم بابا، نعم لو هيك نعلمه، نعم بابا، نعم بوليس، نعم نعم نعم، ما نعطي أي حرية أي استقلالية بالرأي، وبالتالي يشعر ضعيف الشخصية، أو ندلل الزايد، أو نهمله، أو نحكي معاه. هذا الشاب يبدو من ديرتبك أمام الناس، يبدو بطفولة مظهر عن الثقة بالنفس معه، مظهر عن يحملوه بحيث يعلموه يعتمد، يعني يتعلم شون يتحمل المسؤولية ويثق بنفسه. احنا مرات بعض الشباب من يرتبكون امام الناس يعني بطفولة ربما اما تدليل زايد او يهينوه، غبي لا تفتهم، مثلا اب يقول البنت غبية لا تفتهم، تصير عقدة نفسية. من تكبر ما دام ابوها مدى يحترمها راح تتصور المجتمع نفس الشيء، من طفولة حست هي ما مرغوبة، مو ما هي كما ينبغي شخصيتها، فتبقى العقدة النقص، تنظر إلى نفسها بالدونية، تنظر إلى نفسها إلى أقل من قيمتها، فلذلك ما تكون واثقة من نفسها. بس إذا أنا أعلم ابني يثق بنفسه من طفولة وكون صديق ناجح، لا أبالغ بتدليله ولا أهمله، أكون حازم ولا أكون قاسي. هذا نسميه حازم، أعلم الأشياء الصحيحة مو يومية أنطي رأي. سبب آخر خلى هذا التذبذب بهذا الشخص، تذبذب مرات يرتبك الظاهر. قلت له طيب أسألك سؤال، مو مرات أبوك يقول لك، مرات أبوك يقول لك شكل وأمك شكل بنفس الأسلوب؟ يعني أمك تقول لك بعدك طفل عزيزي يعني كلش أحبك ما أدري شنو، أبوك يقول لك ولاك التزلمة من كنت مراهق ما كنت تسمع هيك أشياء؟ قال لي والله إيه والله، مرات أبويا يقول لي أنت زلمه، ماما تقول لي بعدك طفل، فاني بالحالة الشاب شو يسوي؟ يسأل نفسه، يعني طفل لو مراهق لو زلمه.
هذا التضارب بين الوالدين في تربية الطفولة والمراهقة تنتجي لنا إيش نتائج مثل ما سمعتوا لهذا الشاب ده يقول بأنه أنا أرتبك أمام الناس وعندي رهاب اجتماعي وأحزن وأبكي بدون سبب. يبكي بدون سبب شنو؟ ربما في داخله هل قد دلله ما خلوه يتفاعل مع الناس مثل بداية حديثنا قلنا التفاعل الاجتماعي مع النوع مو معين كان، هو ضروري بس مو معين كان. يحرموه التفاعل الاجتماعي فيشعر شنو؟ من يكون له قلة أصدقاء ونوعين ما عنده يشعر مرات هذا يقول أنا أبكي، هذا يقول مرات أبكي بدون سبب، كأنما ده يشفق على نفسه. بداخله يكون صراع نفسي، ليش ما عندي أصدقاء؟ ليش أنا مواثق من نفسي؟ ليش مرات يعني هذا ابني هذا الصديق وكلهم دي مرات يكون مو بس الولد بنية أو شاب عمر الشباب يقولون شو هاي البنية شو هذا الصديق كلهم منطلقين ضيضحكون نكات كلها نكات وسفرات، ليش أنا ما عندي شي طبع ما عندي شي جرأة؟ هاي كلها تعتمد على التنشئة الاجتماعية مو بس بالبيت، وإنما حتى التنشئة الاجتماعية تكمل تربية البيت اللي هي المدرسة. المدرسة مو بس تعلم علم، لازم تعلم تربية، تعلم الشخص يكون خريج حياة بس مو فيزياء وكيمياء وبعدين يكون شخص مو لبق ويكون ضعيف الشخصية في الجانب الاجتماعي. قد ما يطبق المعلومة والمدرسة ما نطبقها في المعامل والجانب الاجتماعي وما نعلم الطفل نهتم شخصيته أكثر من منهج. شخصية الطالب من ابتدائية إلى جامعة كل العلوم المعاصرة علوم النفسية المعاصرة تقول شخصية الطالب أهم من منهج نفسه. اهتم شخصية الطالب بعدين تعال على المنهج، لان عن هدف هو الشخصيه. ايش بدنا نسوي؟ شلون بدنا نعلم هذا؟ مو احنا نعلم الشاب كانما اني عسكري وضابط عسكري هو جندي يمي وانا ادرسه بالمدرسه. اذا اكو خلل بالطريقه الببغائيه او الطريقه السلطويه يحس الشخص ينتقم من نفسه، ما ينطو قيمه، ما يشعر بقيمته، المدرس ما يتعامل كصديق مع طالبه، والماما او بابا ما يتعاملون كصديق مع هذا الشاب او حتى من فترة المراهقة، بالتالي شو يصير؟ يشعر بنقص، ما تكون شخصيته كاملة، ما يثق بنفسه. في حناكم بلدان متطورة تعرفون انتو ربما 16 سنة عمره بعد ما وصل 18 سنة ياخذ فيزا ويروح المطارات ويعتمد على نفسه وحتى لو بنية، بينما احنا 25 سنة ما يعرف شنو المطار، ما يعرف شلون يتعامل منا المحافظة اخرى الوحدة ما يروح. مو الشكل موجودة هاي منين تجي؟ من طفولة ما نطيهم هذه بشكل الأسباب الأساسية اللي تؤدي. قلت له عزيزي أنت مشكلة طفولتك، المهم أنت عرفت نفسك، لازم تبدأ من جديد ما دام أنت شخص ناضج. بما أنه أنت جاي تعترف أنا عندي مشكلة وساعدني، هاي بداية العلاج. بما أنت اقتنعت أنت عندك خلل نفسي وهذه طبيعة، شلون واحد عنده خلل جسمي ما يروح الطبيب؟ يابا بطني توجع لازم أعرف شنو السبب، أروح الطبيب ولا أستحي ولا شيء. إيه النفس عم تتعب. إذا كل الشباب مثل هذا يجي يسأل مختص تتعالج كل مشاكل نفسية حتى ما تكبر. إذن بعدين هو شرحت له الأسباب وانطيته ثقافة نفسية هي الأساس حتى تعرف نفسك. قال لي أوكي شنو العلاج؟ ما المطلوب؟ شو أسوي؟ شو أسوي حتى أني أتخلص من هاي الحالة؟ طبعاً أنا هيك حالات نسميها الدراسة النفسية، يعني كثير من جلسات نفسية تحتاج لها، لكن إحنا راح نرخص بعض النقاط نطيطة لهذا الشاب. قلت له إذا تريد تخلص من خوف والرهاب الاجتماعي، ومرات كان يقول لي بالمناسبة أنا هم نسيتك نقطة مهمة، يقول كل لحظة أبصق لا إراديا، وهذا شنو السبب؟ أسرع أوضحها. قلت له أول شيء العلاج مالتك أول خطوة لازم تتجنب العزلة، واجه المشكلة، غير جوك، أقرب الناس اللي أنت تحبهم، ابن عمك، ابن خالك، جارك، شنو، مو كل الناس. أول شيء ابدي مع الناس اللي أنت تحبهم، خل اطلع وياهم. هذا التفاعل الاجتماعي بالذات اختار أشخاص الاجتماعيين على القصد، هذا نسميه جزء من علاج. يعني الناس البشوشين اللي يحكون نكتة، منطلقين، كل حكاية وابتسامة يحكوا وياك، اختاريك ناس خالطهم، يسميها عدوى اجتماعية. مو انت تقول انا دائما حزين ابكي بدون سبب؟ مو نقول احنا حتى بلهجة شعبية بالامثال الشعبية من عشر قوما 40 يوما فصار مثلهم. عايش المعقد، يعني عيش مع المعقدين راح يصير معقد، عيش مع المبتسمين
تنتقل عدوى اجتماعية لك. خالط كم واحد مبتسمين واجتماعيين، حتى لو بنات أصدقائك أو خلي صديقاتك أو أقربائك عشيرتك، خالطهم، اطلع وياهم سفرة، واجه المشكلة، لا تتهرب من المشكلة. قول أنا أخاف من المخالطة، ما يصير، قول ما أخاف ما أخاف. كل ما تخاف تبقى مشكلة قائمة، يعني مشكلة كل ما تتهرب منها كل ما المشكلة تركض وراك. من تواجه المشكلة سيطر على المشكلة. أواجهها بيش؟ أنا ما أخاف مخالطة الناس على القصد، مو أخالط ناس ما أعرفهم حتى لا أرتبك زيادة على اللزوم. أبدل بالمخالطة مع أقرب الناس المبتسمين حتى تنتقل العدوى الاجتماعية مالت ابتسامتهم إلي. هاي النقطة الأولى للعلاج. النقطة الثانية، نظم وقتك. نظم وقتك شنو؟ ما راح أقول لك نظم وقتك مثل البدائية وقت القراءة أعرف شو وقت في حالة طالب، أنت مو طالب. نظم وقتك، دماغك بحاجة إلى تنظيم وقت. ترى هذه الدراسات العلمية الأساسية بآونة الأخيرة إحنا الناس اطلعنا عليها وفعلا علمية، تقول الدماغ بحاجة إلى تغذية. إيش نقصد الدماغ؟ الدماغ بحاجة إلى تغذية. كل حتى العلوم الطبية وأطباء يعرفون، اسألهم، حتى أطباء الجسم مو بس طب النفسي، تقول الدراسات العلمية الطبية دماغ بحاجة، يا عزيزي قلت له هذا الشاب بحاجة إلى تغذية، خاصة السكريات، العسل وما إليه. بينما إحنا شو نسوي مرات بعض الشباب خاصة عندهم يجي مشاكل نفسية ها بالدرجة الأولى، يجوز يبقى على كمبيوتر أو سهرات تلفزيون كمبيوتر انترنت يبقى لثلاثة أربعة، بعدين شو وقت يقعد الصبح ب12 أو بالوحدة، بمعنى شو صار 12 ساعة متتالية الدماغ بقى بلا تغذية. النواقل العصبية الموجودة بالدماغ أساسا عندك مشاكل ربما إلى حد إنها ما متشنجة زين، هذا الدماغ بحاجة إلى غذاء حتى يشتغل صح. شلون بحاجة أن يوصل أكسجين إلى الدماغ؟ أيضا بروتينات، أيضا أكو بعض الأغذية منها السكريات بالدرجة الأولى وعسل ما إليه، بحاجة أن يوصل للدماغ حتى يشتغل صح. هذا الجانب الجسمي، دعك بالجانب الجسمي، السبب الجسمي. لذلك أكثر الشباب اللي ينامون أكثر زيادة عن اللزوم، إما يتهربون من مشاكل الحياة وما يعرفون حتى على حالتهم النفسية تأثر سلبية. إذن نظم وقتك، كل شيء يسوي أي شاب ده يسمعني، هاي دراسات قلمو من جاوي ده أقول هالكلام، قدر الإمكان حاول كل جهودكم لا تحرمون نفسكم من الريوق. الريوق حتى لو بالعشرة، أكثر من عشرة بعد مشكلة، 9 8 9 حتى لو ما عندك دوام عطلة، الريوق أساسي اللي يطريق ب8 هذا خير على خير واي أفضل، لأنه يقول المثل تريق ريوق الأسد وتغذى غذاء الذئب وتعشى عشاء عصفور. هاي كلها علاقة يعني إذا أنت جسمك يشتغل صح نفسيتك تشتغل صح، وأحيانا بالعكس إذا نفسيتك مو زينة تأثر على التعب الجسمي. أنت تحس بتعب جسمي روح سوي فحص سريري، الطبيب الجسمي يقول لك يابا جسمك كل شيء ما بيه، ما حتى جاي توجع، ما دي فحصك لا عندك قرحة لا عندي شيء، ما حتى جاي توجع، هو سبب نفسي يكون أحيانا. فأنت همينة ده تقول لي مرات أرتبك ضربات قلبي الدك، هي نتيجة تأثيرات نفسية، هاي هو جسمك ما بيشي، قلبك ما بيشي، أنت فكرتك على نفسك غلط ضعيفة، فده يستلم الجسم فكرة اللي أنت ماخذ على نفسك. هذا بشكل عام السبب الثاني، قلنا نظم وقتك وتريك حتى دماغك ياخذها بجانب الجسم مو بس نفسي. أما تقول لي أنا أبصق كل لحظة كل لحظة، حبيبي حتى هاي البصقة صح قضية جسمية جاي تطلع لعابك أو ده تبصق، تدري هذا شنو السبب؟ أسقنعك بشكل بسيط جدا بأنه ليش واحد يبصق بدون يعني بشكل لا إرادة. شوف أحيانا بعض الحالات النفسية تؤدي إلى رد فعل جسمي، أنت ما مرتاح نفسيا. شون؟ يعني مثلا إذا أراوي لك حية على بعد، هاي مسويها سابقا، حية تشوفها فكرتك على الحية بها السم تخوف، هي ما ترتين بعيدة عليك، بعد ما واصل حية عليك ايش راح يصير بيك؟ ضربات القلب تزيد، يصير عندك خوف فقط فكرتك على الحية. اذا فكرتك غيرت فزلجة او اعضاء جسمك، خلت قلبك دقات القلب تزيد،
تغييرات جسمية صار بيك، ربما احمرار، ربما ارتباك، خوف، توتر، كلها نتيجة فكرتك على الحية. نفس الحية إذا قلت لك هاي حية ترى كذب، هاي الحية الصناعية، إيش سويتها؟ شفتها الصناعية. بمعنى شنو؟ رأساً دقات القلب ترجع طبيعي. بمعنى مجرد فكرتك، الفكرة مرات الفكرة السلبية تخلق ردود أفعال سلبية حتى في الجسم. التفكير الإيجابي يخلق حتى ردود أفعال إيجابية في الجسم. فأنت من تبصق كأنما تريد تشغل نفسك في الشيء لا إرادياً، فجزء أنت هاي حالة ليش إلا بصقة إلا تبصق لمو شيء آخر؟ هاي ما إحنا ما نقدر نحددها إلا بدراسة الحالة الدقيقة. جزء طفولة شايف ببيتك أو جدك هاي عالقة في ذهنك، من كان يصير عصبي يبصق فتحالة مقترنة، أما سواء كان بصقة من تبصق أو أي شيء آخر لا إرادي يصير، هي كلها نتيجة التوتر النفسي. خلاصة الكلام، آخر تمرين نطي لك قلت له وهي لكم، يعني حتى اللي يعاني مشاكل نفسية تحتاجون، كل إنسان من عنده مشكلة والتوتر نفسي يحتاج إلى استرخاء نفسي. كل أشكال التوترات النفسية علاجها أحسن من الدواء الاسترخاء النفسي. راح تسألني شنو استرخاء نفسي؟ أقول استرخاء نفسي يجي نتيجة استرخاء جسدي. الجسد شلون يسترخي الجسد؟ نواقل عصبية بالدماغ متشنجة، ودائما احنا مفعلين، ناخذ نفس طويل 5 ثواني، اتوقف، اطلع زفير، فات 10 مرات، ايش تسوي؟ يصير استرخاء نفسي. هذا الاسترخاء النفسي تتخلص من تشنجات الجسمية، تشنجات الجسمية، وبالتالي تشعر براحة نفسية. هذه الأمور حكيتها له، فكر بشكل إيجابي وابتسم إلى آخره. صدقوني يعني قبل كم يوم شفته، يعني البارحة خبرني قال لي ترى أنا فعلا بديت ابتسم واستفاديت من الكلام، وفعلا علم النفس يعني ينطي إجابات علمية لتغيير السلوك السلبي إلى الإيجابي. وأنا شكرا، نقول لحبيبي دلل، وإن شاء الله نتواصل. وأنتوا همينا أحبتي، يبدو وقت البرنامج يعني انتهى، تعرفون كل برنامج له وقت محدد. أي شيء عندكم اقتراح لتطوير البرنامج، مقترحاتكم، مشكلة نفسية، مرض نفسي، حتى إذا مرض نفسي إحنا عندنا أطباء نفس نتصل بهم نجاوبكم. أي مشكلة نفسية سجلوا هذا الرقم، 0750451314. اللي كان ما مركز أجين أعيد، 0750451314. اتصلوا بهذا الرقم، برنامج الراحة النفسية ام راديو. أحبتي احنا نقول لكم بهاي العين وبهاي العين، وبرنامج منكم وإليكم وفي خدمتكم. بالنتيجة لم يبقى لدينا مستمعين الكرام إلا أن نقول أول شيء شكرا لحسن متابعتكم. إن شاء الله يا رب عجبكم البرنامج. وثقافة نفسية أكيد ضرورية لكل إنسان على كوكب الأرض، مهما كان هذا الإنسان في أي بقعة بالعالم، إنسان بحاجة إلى علم النفس، وليس أراء شخصية اللي تخلق فوضى نفسية بالشخص، بينما علم النفس يخلق ترتيب نفسي جميل. عندنا في حلقة القادمة واحدة عندها مشكلة، البارحة وصلت رسالة بصراحة، شلون أتخلص من شبح؟ هي صديقتها تقول شلون هي دشوف دشداشة بيضة بس دشوف شبح، شلون أتخلص؟ الحلقة القادمة ترقبوا أحبتي، راح نحكي لكم على هذا الموضوع، شنو الجانب النفسي بمنظور علم النفس، ليش واحد يشوف أشباح يتهيئ له مثل ما يقول المصري. هذه سلطة الضوء عليها في الحلقة القادمة. أحبتي لم يبقى لدينا إلا أن نقول لكم كفريق عمل، هذه أطيب تحية من مخرج البرنامج شابو شابو، وهذه تحية معد ومقدم البرنامج أخوكم رفيق نوري حنا. نلتقيكم الحلقة القادمة، إلى اللقاء.